حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحله الديالي حدثه ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي رحمه الله عليه لقيه المسور بن مخرمه فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها فقلت له لا فقال فهل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه وايم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص اليهم ابدا تا تبلغ نفسي ان علي بن ابي طالب خطب ابنه ابي جهل على فاطمه عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله ابدا